السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وحبايبي، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة يا رب. أخواني اليوم نبي نوريكم الفرق في أحجام الباجي. قدامي هنا ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على محمد. الأول واحد على اليمين اللي فوق الأكالة هذا ما شاء الله عليه هجين، اللي يسموه هولندي، عرفتوا كيف؟ وهنا يسموه عندنا هنا دم انجليزي. واللي وراه صاحبنا دايسكي، هذا انجليزي صافي ما شاء الله تبارك الله عليه. شايفين حجمه كيف وحجم المهجن؟ يعني فارق بسيط شوية يعني، بس ملحوظ يعني، واي واحد يقدر يفرق فيه. واللي تحت على يسارك اخويا هذه استرالي، بس حجمها ما شاء الله تبارك الله يعني. الان قربتهم شوية جنب بعض عشان تشوفوا فرق الاحجام كده، ان شاء الله يكون واضح قدامكم زي الناس. شايفين اللي في النص؟ طبعا الانجليزي زي ما قلت. واللي على يمين هذا المهجن اللي هو اللي اصلا يسموه هولندي، بس عندنا هنا يعني عشان ايش يقول لك دم انجليزي اللي هو، عرفته. واللي على اليسار ديك استرالي بس من الحجم الجامبو ما شاء الله تبارك الله، عرفت يا اخوان؟ فلما انت بتروح السوق تبغى تشوف الهولندي تسوي المقارنة زي كده بين الانجليزي والهولندي والاسترالي. هذا هو قدامكم الاول واحد على اليمين الهولندي، واللي في النص الانجليزي، واللي على اليسار هذه الاسترالي، عرفت يا اخوان؟ واذا حصلت فروخ بوريكم الفروخ الان واحجام الفروخ كمان. هذول الان يا اخوان شوفوا عندكم، هذا فرخ مهجن، هذا اللي يسموه الهولندي برا طبعا يسموه هولندي، هنا يسموه عندنا دم انجليزي. والثاني هذا استرالي ما شاء الله، والاثنين بنفس العمر تقريبا، في نفس العمر حوالي 17 يوم 18 يوم، ما تجاوزوا 18 يوم. شايفين يا اخوان؟ شوفوا الاحجام ان شاء الله تكون واضحة معاكم. شايفين كيف يا اخوان الاحجام؟ ما شاء الله تبارك الله، شوفوا فرق كبير في حجم الفرخ الهولندي او الدم الانجليزي او الاسترالي العادي. بس هذا يا اخوان الاسترالي حجم جامبو ايضا، يعني الاسترالي العادي مرة صغير قد الظفر. وهذا كل شيء يا اخوان حبينا نوريكم ونعرض لكم الطيور عشان تعرفوا ايش النوع الطير اللي بتاخدوه قبل ما ينضحك عليكم، عرفت يا اخواني؟ وهذا كل شيء. وان عجبكم المقطع يا اخوان اذكروا الله قولوا ما شاء الله واشتركوا بالقناة، وجزاكم الله الف خير.